السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي دي رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. لحجز قراءات خاصة حبايب قلبي لينك الإدمان في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايب قلبي، واضح انك مخدوع من حد، او انت مريت بطاقة خداع في الفترة دي، من صديق، من قريب، من حبيب، المهم انك اتخدعت من حد، فابتديت تقدر نفسك وذاتك وتحترم نفسك وذاتك، وحاولت انك ترتاح وتبتعد وتقول انا مش هنخدع تاني. انا جاتني اشارات بكده بان الشخص ده مخادع، وان الشخص ده بيدبر لي حاجة وحشة، وان الشخص دوت مثلا ما كانش عنده حسن ظني مثلا، وانه ما يستاهلنيش. في حد هنا قدر نفسه وبعد، في حد هنا قدر نفسه وذاته وبعد، حاول انه يرتاح، كأنه بيحاول يعمل تجديد لحياته، بيحاول يرتاح ويتجدد. تمام، واضح ان البعض منكم في عقد روحي بينه وبين شخص، والعقد ده من زمن اخر، ولكن هو بمثابة العدالة لحياتك انت والشخص ده. بس في حد منكم مخدوع حبايب قلبي، او في امر هنا مفهوم غلط، بقى في حد هنا فاهم امر غلط، فابتدى يرحل ويبعد، وشايف ان الشخص ده بيخدعه، فمش قادر يشوف الالماسة اللي داخل هذا الشخص. حاليا هو بيشوف الخداع والخيانة فقط. تمام، ده للبعض منكم طبعا مش للكل. هنا البعض الاخر بقى، انت يمكن بتمر في مفترق طرق يعني، وبتحاول انك تشوف العلامات والاشارات علشان ترشدك الى الطريق الصحيح. كتير شفت الفراشة في الفترة اللي فاتت، وكانت بتشوف يعني تساقط اوراق الشجرة عليك وانت ماشي، او بتشوف النجمة كتير قدامك، الفراشة الصفراء او الخضراء او البيضة، هي علامات بانك تتبع طريق معين. يعني انت ممكن بتقول اروح يمين ولا شمال، احط نفسي في المشروع ده ولا المشروع ده، اكون مع ده ولا اكون مع ده، وكأن هنا الرسالة بتقولك ما تفضلش تفكر كتير، انت بتشوف الاشارة وبتشوف العلامة، وعارف ان البداية الجديدة جاية لك، وانت عارف وحاسس بده، فاتبع حدثك، هتتوازن، هتلاقي الطريق الصحيح وهتتوازن. لان في منكم هنا حالة عدم التوازن مسكاه، وكتير طاقة القمر مأثرة عليكم، على كل الابراج عموما، مخليكم في عدم توازن. تمام، فانتوا حاسين انتوا في رحلة صعبة في الوقت ده، او مريتوا بصحوات روحية تقيلة جدا. فاللي منكم مر بالصحوات الكبيرة اللي جاي له افضل، واللي منكم لسه بيمر بصحوات وتقل في الطاقة وتعب وحاجات زي دي، يبقى انت بس اصبر شوية، واعرف ان ربنا هيعدل امرك وهيجيب العدالة الالهية في حياتك. ليه؟ لان ربنا هو اللي عارف ايه هي العلاقات المناسبة ليك، إيه اللي بيجيبها في حياتك واللي بيخرجها من حياتك. واوعى تزعل ابدا على خروج اي شخص من حياتك، لان خروج الاشخاص دي بتكون طاقتها تقيلة عليك، او بتكون ممكن تضرك وانت ما تعرفش. ليه؟ لانك انت شخص نقي، شخص ما بتفكرش الا بقلبك، احساسك كتير بيقودك، انما يعني انت ممكن تكون شايف الشخص ده من برا، لكن ما شفتش جواه شكله ايه. فرب العالمين هو اللي بيكون اعلم بالقلوب. فاذا بعد عنك شخص او رحل، فقول الحمد لله. قول الحمد لله ليه؟ لان بعده عنك في الوقت ده هو شيء كويس ليك انت. تمام، تمام. فانتوا هنا حبايب قلبي، بعد الاشخاص عنكم هو بمثابة الراحة ليكم انتوا. ليه؟ علشان انتوا تتجددوا وترتاحوا وتركزوا على عمل، او تركزوا على هدف معين، لان ممكن الشخص ده يكون طاقته مع الطلاق. تمام، ممكن يكون الشخص ده مرهقك، ممكن يكون الاشخاص دي تعبتك في حياتك وطاقتهم سامة مثلا. فرب العالمين لما بيبعد عنك اشخاص حتى لو كانوا محبين، ربك اعلم بنية القلوب هي ايه، او اعلم انك انت مش هتستحمل الشخص ده اكتر من كده. تمام، فممكن ربنا بيبعد عنك الاشخاص دي كتهيئه ليك علشان يرجعهم لك افضل من الاول، وممكن يكون بيبعدهم عنك لانهم ما ينفعش انك تكمل معهم اكتر من كده. تمام، انت شخص من جواك الماسه، ولازم ان اللي حواليك يكونوا شبهك. تمام، لكن انت للاسف هنا عليتكم يعني
حواليكم ناس طاقتهم غيركم خالص، مختلفين عنكم خالص، فبيرهقوكم بالطاقة وبيتعبوكم جدا وبيستنزفوا طاقتكم، ناس مصاصين للطاقة. تمام، للبعض منكم هنا حبايب قلبي في علاقة هتدخل في حياتك قريبا جدا، هتكون هي العدل لحياتك وفيها شفاء ليك، وفيها للبعض منكم زواج كمان. تمام، وكأن رسالة هنا بتقول لك انت حاسس وعارف وعندك حدس بانك عديت بالصحوة الكبيرة، وانت حاسس انك بتنهي الالم ده وهتتولد من جديد. انت عارف ان التغيير جاي لك والقطع جاي لك، يعني لو بتقطع في شيء او في علاقة او بتنهي حاجة جاي لك الحاجة دي. تمام، وعارف انك هتتغير وهتتحول في الفترة اللي جاية تحول تام، وعارف ان في طريق افضل، وبتجيلك اشارات وعلامات بان في طريق افضل بيتفتح لك. فوقف بقى التفكير السلبي وحاول انك تشوف الحاجة ببصيرة. بصيرتك اللي مبعوثالك انت او اللي مفتوحالك حاليا، البصيرة المفتوحة والعين التالتة المفتوحة دي رسالة ليك بانك هتلاقي الشخص المناسب في الوقت المناسب، وهتلاقي الطريق بيتفتح لك لوحده لأي حاجة انت بتسعى اليها. تمام، في نهاية لأمر صعب في حياتك وبداية جديدة، يعني كأنك بيحصل لك إعادة ميلاد بإذن الله. تمام، رسالة كمان بتقول البصيرة النورانية بتفتح عندكم بقوة حبايب قلبي، ورسالة بتقول لك اتأمل في هدوء، الحاجة اللي انت عايزها هتجيلك بالتأمل الهادئ. ورسالة بتقول للبعض هنا انت محتاج لمزيد من النوم، شغل القرآن بصوت خفيف، يعني بصوت يكون صغير شوية، مش ضاجج، يعني صوت هادي ما يكونش صوت عالي، ونام عليه. حاول انك تسترخي بطاقة القرآن الكريم وتنام. تمام، محتاجين اجازة حبايبي، محتاجين تبطلوا تفكير قبل النوم، عشان ده بيعمل لكم حالة توتر وحالة تعب وقلة راحة وعدم شفاء. فانتوا هنا حبايب قلبي بيجيلكم اشارات انكم لازم تتشافوا. تمام، كمان هنا رسالة بتقولك في كتير قوي في حياتك، في حاجات كتير جدا في حياتك تستحق انك تمتن للرحمن، ومنهم النجاح المالي، ومنهم الراحة، ومنهم الأولاد، الصحة، في حاجات كتير لازم تقول عليها الحمد لله. في منكم هنا رسالة كتير بتقول احمد ربك على السراء والضراء فأنت محفوظ، يعني حاول انك تحمد ربنا على كل شيء، لانك هنا بتعمل ايه؟ بتنال بركة إلهية، بتنال سعادة إلهية، بتنال شفاء من عند الله، عندك حماية وشفاء بإذن الله رباني من عند رب العالمين، لأنك شخص من جواك أبيض، من جواك ما بتحملش الحقد ولا الغل ولا الغيرة لحد. تمام، فإنت في الفترة اللي جاية هيكون عندك شفاء من أمر ما، وما تزعلش على نفسك لو بتاخد علاج كتير، لو تعبان في الفترة دي ربنا هنا ابتلاك لكي يريك رحمته. تمام، فقول الحمد لله لأنك هتعدي منها، رب العالمين هيعديك منها بإذن واحد أحد. تمام، للبعض منكم أنتوا في الفترة دي بتتألقوا، بتشوفوا قدرتكم على الجذب كبيرة قد إيه، بتكونوا في طاقة حلوة جدا في الفترة دي، هتقدر تجذبوا الشيء اللي أنتوا بتسعوا إليه أو بتفكروا فيه، هتجذبوه لغاية عندكم. تمام، يوجد في حياتكم تعبين هم مش باينين لكم، يعني متداريين، أنتوا مش شايفينهم. ليه؟ لان انتوا في القمة، انتوا في الاعلى، ناس كتير بتغير منكم، ناس كتير بتحقد عليكم، في تعابين في حياتكم، وفي ناس وحشة جدا في حياتكم، طاقتكم جذبهم للأسف. يعني انتوا ممكن تكونوا بتفكروا ان في ناس فعلا بتعملكم اسحار، او في ناس طاقتهم وحشة حواليكم، فالطاقة بتقعد تجذب لكم نفس الاشخاص، حاولوا انكم تطلعوا من الطاقة دي حبايبي. تمام، ورسالة بتقولك انت تقدر تعمل اي حاجة، فكر واذهب واحصل على ما تريد، انت عندك القدرة على الجذب، تقدر تجذب اشخاص متعاونين يساعدوك، تقدر تكون متألق، تقدر تجذب المستقبل الباهر بإذن الله، فكون شغوف بالشغل اللي انت شغاله، وكون فخور كمان بانك شغال شيء مناسب ليك او بتحبه،
واعلم ان رب العالمين هيخليك تنمو، هتفرح وهتنمو وهتكون معلم روحي للاخرين، او انت بالفعل معلم روحي للاخرين لان عندك نمو روحي كمان. فالرساله بتقول لك كن نور للاخرين، وكل اجابه انت بتدور عليها هتاتيك من خلال التامل في وقتها المناسب وفي المكان المناسب. يعني اي اجابه انت محتاجها رب العالمين هيجيبها لك، بس بحدث كبير جدا منك، ويخليك دايما مترقب لحدثك. تمام. في البعض منكم بيدخل مرحلة عاطفية جديدة أو زواج للبعض هنا، أو مرحلة خطوبة لناس مستنية الخطوبة أو الزواج. تمام. أو في علاقات كنتم منفصلين أو مطلقين أو أرامل، ففي منكم هنا بيتزوج يا حبيب قلبي ومن شخص بيحب قلبك. تمام. واضح إن في ناس منكم راقية جدا حبيب قلبي، وناس ما شاء الله عليكم حالتكم كويسة جدا، وفي منكم بيحاول يساعد الآخرين، فكن دايما ممتن لأنك بتساعد الآخرين كمان، لأن المساعدة دي بتعود عليك أضعاف أضعاف بإذن الله. تمام. أنت بتستثمر بحكمة، فتحلى بالصبر وانتظر الحصاد. نحن دايما بقول نحن نحصد ما نزرع، فإزرع الخير ستجد الخير. وراجع تقدمك، وراجع الأوقات اللي فاتت والأوقات اللي انت فيها دي، هتلاقي نفسك انك احسن بكتير وافضل بكتير من الفترة اللي فاتت. تمام. وده كله محتاج منك الامتنان والشكر لله. انا خلصت الرسالة حبيب قلبي، ربكم فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.